أنا الآن في نقطة صحراوية بالقرب من بلدة الباغوس في الريف الشرقي لدير الزور. وصل منذ الأمس إلى هذه المنطقة أكثر من 1500 شخص فروا من مناطق تنظيم الدولة، أغلبهم من النساء والأطفال وهم عوائل تنظيم الدولة. هؤلاء النساء والأطفال يتم الآن إرسالهم عبر شاحنات إلى مخيمات محافظة الحسكة وبشكل رئيسي مخيم الهول. كذلك لقد شاهدت عددا من مقاتلي التنظيم سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية، تجاوز عددهم 200 مقاتل. هنا قامت قوات سوريا الديمقراطية بتقديم المياه والغذاء للفارين من منطقة الباغوز، إلى أنها معظم النساء والأطفال هنا يشتكون من سوء الخدمة وكذلك بقائهم ليلة كاملة في الصحراء دون وجود أي خيام أو منازل في هذه المنطقة. النازحون هنا يطالبون بالعودة إلى أهاليهم، بعضهم من السوريين ولكن الغالبية عراقيين، وكذلك هناك جنسيات أخرى، هناك نساء تركيات، هناك نساء روسيات من كازاخستان ودول شرق آسيا، غالبيتهم يطالبون بالعودة إلى وطنهم، بالعودة إلى دولهم، ولكن هناك إجراءات أمنية تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية من حيث فرز المقاتلين عن المدنيين وكذلك فرز القادة العسكريين في تنظيم الدولة ممن يسلمون أنفسهم في هذه المنطقة. يتحدث الناس هنا عن أوضاع إنسانية صعبة في منطقة الباغوز، حيث هناك شحن في المواد الغذائية، وكذلك يقولون بأنهم خرجوا بسبب المعارك والقصف، وأن تنظيم الدولة لا يزال هناك المئات من مقاتلي تنظيم الدولة متواجدين في مخيم الباغوز ويرفضون تسليم أنفسهم وأنهم سوف يستمرون في القتال. كنت أنا إيفان حسيب معكم اليوم من بالقرب من بلدة الباغوز في الريف الشرقي لدير الزور.